نجلاء، انت اول ضيف في ديرة هلي خلال موسمين الاصغر سنا. صح، انا لاحظت هذا الموضوع، الاولاد بالذات يلعبون بها كرة قدم. لا لا لا، ماكو اولاد، انت تلعبين طوبة وتلعبين دعابول واشياء ذكوريه. صح، ما تشوف انا اذا اقول ما قلت لك نلعب توكي. ايش دعوه هالقد عنوديه؟ مو عنوديه، يمكن هو يعني تفاصيل البرج او طباع البرج مأثره علي كلش هوايه. طالبه نجلاء عبد الستار فقدت والدها بعمر 9 سنوات. صح. من تكفل بهذه الطالبة اليتيمة؟ والدتي الله يرحمها، هي كانت موظفة وكانت هي تعيلني، هي يعني أنا وأخويا. الباب نفسه؟ تخيل نفس الباب، نفس الباب. أكو شيء عوض وجود الأب؟ ذكر أنه هو كان مريض وكان بالمستشفى وطلعوا قالوا أخذون البيت. قاسم ملاك، الناس تحلم تمثل وياه، 4 نصوص انت ترفضيها. مو اي شخصيه اقدر اديها. بعد 10 سنوات من تحقيق هذا اللقاء، وين تشوفين نفسك؟ يجوز اصلا عارفه الفن، يعني مو بعيده. لا تفكرين بالموضوع، انتظرونا بحلقه جديده، او انتظروا انس بحلقه جديده ان شاء الله من ديره هلي.